طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق المتواجدة فيها الزميلة العزيزة سالة حامد اللي هنتابع معاها يعني آخر المستجدات وآخر المانشيتات المتواجدة في الصحف والمواقع الرياضية في كل مكان. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بيك انا هواند وبكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. واكيد طبعا زي ما معودينكم في فقرتنا، فقره الصحافه وجوله صحفيه جديده، ولكن المره دي من جريده الشروق. طبعا يعني هنقل لكم كل العناوين والاخبار الرياضيه في مختلف الصحف، والبدايه هتكون النهارده من جريده الشروق. الخروج المبكر يصدم منتخبات مجموعة الموت في يورو 2020. يمكن طبعا يعني كلنا شفنا ان مجموعة الموت المجموعة السادسة، الكل اعتقد يعني الجميع والعديد من الجماهير اللي طبعا بيتابعوا بطولة اليورو 2020، ان الكل كان يعني متوقع طبعا ان مجموعة الموت المجموعة السادسة، واللي اكيد بتضم بطل العالم فرنسا وبطل كاس اوروبا البرتغال، واكيد المانيا بطل مونديال 2014 والمجر، انه اكيد يعني واحد من المنتخبات دي هيتاهل للادوار النهائيه، ولكن يعني كل النتائج كانت عكس كل التوقعات طبعا الا جماهير. يعني النتائج طبعا كانت انه المنتخب الالماني، وكان هو طبعا يعني انهى او بدا يعني عقد منتخبات هذه المجموعه في وداع البطوله، كان المنتخب المجري اول المودعين، كان بأداء مشرف وحصد نقطتين من تعادلين مع فرنسا وألمانيا والخروج بالمركز الرابع. كمان المنتخب البرتغالي حامل اللقب كان تاني المودعين في البطولة بعد ما خسر أمام نظيره البلجيكي بهدف دون رد. ومنتخب فرنسا بطل العالم ووصيف أوروبا ودع البطولة بثنائية أو بسيناريو يعني طبعا غريب، وهو أنه من خلاله ما قدرش أنه يحافظ على تقدمه بثلاث أهداف مقابل هدف أمام سويسرا، وبيتعادل في الثواني الأخيرة بثلاث أهداف مقابل أيضا ثلاث أهداف، وبيخرج بركلات الترجيح. كمان منتخب ألمانيا واللي ما كانش في أفضل حالته طبعا في البطولة ودع البطولة بخسارة أمام نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في الدور ال 16 للبطولة، وبكده يعني المنتخب البلجيكي يكون كمل عقد منتخبات مجموعة الموت في الخروج من البطولة. كمان تاني خبر معانا من اليوم السابع، حصد دور المجموعات في كوبا أمريكا والبرازيل الأقوى هجوميا وميسي الهداف. أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا والمقامة طبعا حاليا في البرازيل، وهتستمر حتى يوم 11 يوليو طبعا الشهر المقبل. يمكن طبعا يعني نسخة كوبا أمريكا كان يعني فيها العديد من الأرقام القياسية وطبعا الإحصائيات المميزة، واللي هنستعرضها طبعا معاكم دلوقتي. كان أبرزها طبعا أن أقيمت 20 مباراة في دور المجموعات بكوبا أمريكا حتى الآن، وسجل طبعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف. كمان المنتخب البرازيلي كان هو الأقوى هجوميا، تسجيله 10 أهداف في 4 مباريات، ومنتخبي البرازيل والأرجنتين كانوا الأكثر حصدا للنقاط في دور المجموعات برصيد 15 نقطة لكل منهما، وحافظوا طبعا على يعني تألقهم وعلى تسجيلهم للنقاط دي، ويعني ما كانش فيه أي هزيمة حتى الآن. كمان ثالث خبر معانا من اخبار اليوم، كوبا امريكا البرازيل تصمم تمثال ل طبعا النجم الارجنتيني مارادونا، ويمكن اعلنت بلديه مدينه ريو دي جانيرو البرازيليه انها قررت ان هي تكرم طبعا النجم والاسطوره يعني الارجنتينيه دياجو مارادونا، انه يعني يصمموا له تمثال في احدى الساحات المرموقه، وانه طبعا يعني قال مجلس بلديه مدينه ريو دي جانيرو انه البداية هتكون مع إجراءات تصميم التمثال للنجم مارادونا، إنه هيحطوا التمثال في حي يوتا فيجو، وهيكون طبعا أمام قنصلية الأرجنتين بمدينة ريو دي جانيرو. وقال إنه قال عضو مجلس البلدية إنه طبعا القائم يعني على المبادرة إنه ما فيش موعد نهائي لي يعني تصميم التمثال، وإنه البناء هيكون منصوص في مشروع قانون تم التصديق عليه. ورابع خبر معانا النهارده من روسيا اليوم، بالفيديو سيرينا ويليامز تنسحب باكيه من بطوله ويمبلدون للتنس.
انسحبت طبعا النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز البالغة طبعا 39 عاما من مباراتها في الدور الأول من بطولة ويمبلدن الإنجليزية لكرة المضرب أمام البيلاروسيا ألكسندريا سانسوفيتش، إنه طبعا يعني اللاعبة انسحبت من البطولة بسبب الإصابة وغادرت الملعب أكثر من 7 مرات عشان تتلقى العلاج، وكانت طبعا يعني اللاعبه بتؤدي في المباراه دخلت المباراه كذا مره بعد يعني ما اتصابت، كانت يعني مصره على انها تستكمل المباراه ولكن خرجت اكتر من 7 مرات باكيه عشان تتلقى العلاج. وده طبعا كان في يعني المجموعه الافتتاحيه واللي كانت بنتيجه 3-2. يعني دي طبعا يا كريم ويا نهاوند كانت كل الاخبار النهارده، يعني ابرز الاخبار الرياضيه في الصحف الرياضيه، وطبعا يعني هنا من جريدة الشروق. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. جزيل الشكر للزميلة العزيزة سالة حامد، شكرا جزيلا ليكي.